إذا للحديث على هذه الفئة من الراسبين في شهادة البكالوريا وكيف وجوب التعامل معهم خاصة من طرف الأولياء، أسعد باستضافة كل من السيد ربح لصيف المختص في علم الاجتماع من قسنطينة. أهلا بك سيدي. أهلا بك زار وكل مشاهدي قناة النهار. شكرا. وأيضا سيد يوسف رمضاني مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أهلا بك سيدي عبر سكايب. مساء الخير أستاذ، ومساء الخير للطاقم العامل معك ولجميع متابعي قناة النهار. شكرا. إذا أستهل بالحديث مع السيد ربح لصيف المختص في علم الاجتماع. يعني بالأمس تم نشر النتائج لشهادة البكالوريا، كانت النسبة 50.63%. نتحدث على نسبة الرسوب التي كانت بالمقابل يعني حوالي 50%. يعني كيف يجب على الأولياء التعامل مع تلاميذهم تلاميذتهم أو أبنائهم الطلبة في هذا التوقيت؟ شكرا. بداية قبل ما نطرق، اسمح لي قبل ما نطرق لهذه النقطة، كنت سمعت الفي تي ار. نعم. يعني في الفي تي ار كاين كلمات شوية صعبة، أنا ما نهولهاش بزاف حتى الأولياء يفهموها، ولا ما نسمش كلمة أننا خيبة أمل، ما نقولش خيبة أمل. نعم. بل هي الإنسان كما يقولوا سقطة في الحياة، أنا دائما نكررها، الإنسان في الحياة هذه المدرسة والتربية تدربنا على الحياة، وهذا الامتحان هو تجربة في الحياة وهو نقطة تغيير. أنني أنا من كنت صغير مثل ولدي، نقول لهم فما كيكون صغير باش يمشي ساعات باش يوقف برك يطيح يسقط، ونخلي وحنا لما راح نجري وليه ينوض يبكي، بينما كنا نخليه يشوف معنا يعود يوقف بالعقل يحاول وحده. فمثل تجربتي كبير يعود في الثانوية العامة ويدير امتحان بكالوريا، فلما يدير البكالوريا هذه كما كانت امتحان قبل يسقط. هذا السقوط يعني هو يقدر يكون عمل مليح لكن راجع مليح، لكن كاين متغيرات لا يمكن نتحكم فيها، وبالتالي اثرت عليه بالك وماشي في الامتحان شي حال في مرور تاثر فنقصتي. هذه عوامل خارجيه، فهذا نقول اني انا حبيت ننجح فبالتالي جات متغيرات فنأجلها، هذا عمل مؤجل سنة القادمة. والدليل لذلك كان تلميذ أعتقد في قناتكم ولا قناة أخرى شفتوا أن تلميذ السنة الماضية 6 معدل. نعم. الآن السنة هذه 17 معدل. نعم. يعني كان نجحت مؤجل فقط، مش معنى أنني رأس. والثانيا نقول الأولياء في المرافقة النفسية، الأولياء دائما نكررها له أنه رقم البكالوريا النقم بينما حياة ابني، النمو النفسي تاع ابني، التوازن النفسي تاع الشخصية ككل، هذا كل مهم. يتم طالب خذ البكالوريا وراح للجامعة لما درس في أول امتحان سقط فيه بدا يفكر في الانتحار، تم تلميذ طالب طلع للجامعة بعد البكالوريا والضغط عليه أنهم دير الرياضيات أو دير الطب أو دير صيدلة أو دير كذا الاختصاص هو رافض للأولياء لهذا الاختصاص. لكن الإشكال سيد ربح لصيف أنه نقول عقليات العائلات الجزائرية، يعني حتى لما نشوفوا ربما الجار يعني ينجح في شهادة البكالوريا وابنها ما نجحش، يعني يبقوا يعني نفس المقارنة في العطلة الصيفية، يعني تبدأ المقارنة، يعني جارك جاب، أو حتى ربما زملاء اللي قرأوا في نفس المدرسة أو داروا يعني دار نفس الدروس الخصوصية يقول لك علاش هو جاب الباك وأنا وليدي ما جابش الباك. هذه اللي كان مخاطب صحيح اللي تفضلت به، أكي معايا أني نخاطب في الذهنيات. أني معاك أن الذهنية تاعنا عندنا واحد فنقولوا ديستورسيون كوغنيتيف، يعني أن في الذهن كاين يعني فراغات اختلاف كبير. فاحنا ما هي الغاية؟ أنا ولدي أمامي صحيح جسديا نفسيا نخليه معايا نقول له هذه، ما نقول له شادي بداية النجاحات ما هذا كلام، أنا نقول له أنت درت امتحان الآن فكر بعقلك نرتاح خلاص النتيجة هنا، أي النتيجة هي قدامنا النتيجة ما نهناش، دوك نفكر وش ندير ما يجب فعله، ما بقاش نولي نقارن خلاص النتيجة جات من أمامها، ألا نبقى نقارن ونقول له هذه كنت جبناها هذه النظارات، أنا أمامي النظارات على هذه مثل هذه النظارات بالنيلون ولا
بالعظام ونحيهم ونقصوا، يعني خلاص النظارات راني نستعملها كيف نستعملها ومتى نستعملها، هذا ما كان. انا هكا لو كان نبقى نفكروا هكا نضيعوا الوقت ونزيدوا اكثر اللوم على الابن تاعنا ونخليه الابن تاعنا يضيع، يا اما يروح لي في سلوكات اضطرابات في السلوكات الاجتماعيه، يا اما انه يهرب لي من دار، يا اما يعود ما يدخلش عندي، يا اما يستعمل يروح يفكر في الانتحار. خليني نكون صريح معك، واما انه يفكر في اشياء اخرى خليني نقولها اللي هي المخدرات، هي سهله، انا ما عنديش قيمه في الدار، انا ما عنديش ما نسواش، اذا ما نقعدش في الدار، يروح نتناول هذيك باش يعطي له قيمه، يجي زميله يقول له هيا بابرك والله كتدخن والله يشرب هذه، ويحسب له ان الزميل هذاك يعطي له قيمه ويعود يشوف روحه هو مليح، بينما في الدار ما لقاش قيمه. لا ابدا، انا نحوس على ولدي يكون مليح متوازن لي سليم، هذا اللي يهمني. الدراسه هذه ما يقدر يعاودها السنه الماضيه، يقدر تكون المهني، يقدر اشياء كثيره، هذا هو ينجح لي في الحياه، مش انني انا يجي في الامتحان نقول له مرات وانت بدلت بيا، وانت في الامتحان واحد رقم واحد وهذا تمثله. وانا دائما نقول لهم هذا باب، وعندنا ابواب تغلق لي باب نفتحوا ابواب في الحياه. يعني كما سبق وان بديت يعني حديثك انها ليست خيبه امل، وانما ربما هي عثره من اجل الانطلاق من جديد. وكان هناك مثال حول الامل كما سبق وان ذكرت، الطفل من او التلميذ من ولايه تيار الذي تحصل السنه الماضيه 6 معدل في البكالوريا، هذه السنه تحصل على 17 في المعدل. يعني هناك تفاؤل، هناك يجب ان يكون هناك دفع، وهناك ايضا حالات التي نجحت في التكوين المهني عوض يعني الشهادات العليا ايضا. داروا التكوين المهني، يعطيك حالات يعني عشتها معهم، داروا التكوين المهني واثناء في السنه الثالثه راح يتخرجوا من التكوين المهني، دار بكالوريا احرار وخذوا معدل عالي وكملوا التكوين المهني، وهم دوكا راهم يدرسوا في الجامعه، نعطي لكم يدرسوا مش يقراوا في الجامعه، يدرسوا. اذا احنا ما نعرفوش وش هو المستقبل، اذا احنا واش نديروا؟ اننا ما يهمنيش جاري هذا ما لهكاش، نقول له انا ولدي زوج وطلق، هذه تجربه في الحياه، ما هذا ولدي مش مليح ولا اخر مازال زوج ما تبانش، هذه ما ندخلوهاش. كل ولد حتى ولادك زوج توأم يقدر هذا يدي ولا ما يديش، ما نقدرش نقارنه معاه نقول له انت ما تفهمش انت تفهم، لا هذه دي فالوريسيون سوسيال، انا ما نتمش شخصيه ولدي، انا يهمني دائما ناكد لهم على هذه. كما قلت الامل موجود، دائما الامل موجود. نعم. مادام يكون عنده صحه الباقي كله يجيبه، ومتوازن نفسيا خاصه نفسيا، فهذه اول حاجه الذهنيه تاعنا نغيروها. ثانيا اننا النقطه الثانيه الابناء. شوف الابناء، انت الابن يدير البكالوريا، ما نجحش بكالوريا. في اليوم الاول الان عندنا 24 ساعه، 24 ساعه هذه ما نحددهاش نقول لازم يخرج منها، لا خليه يدير الحزن تاع ولدي، نشوفه مقلق، عن بالي مقلق مرشح نقول له هذه الدنيا، لا خليه نشوف معاه، بصح انه كي يروح راهي ناكلوا، راهي نفطروا، راهي نتعشاو، نتعشاو وحنا نحكيو مع بعضنا، ماشي مغبرك، اي انت ما تهضرش وشي والبك، خليه يعيش لو دوي الحزن تاعو، فهو يعيش الحزن تاعو، معنا احنا نحكيو في اشياء مش تاع البكالوريا، اشياء عامه، وبعد نقول له فكره. يا هذه الفكره شفناك في يومين، ما انت يا الله الحل بالك عندك انت. هو بالك قل قال جاوبنا هكا في قلبه، مليحه انه جاوبني بكلمه ونخليه، يعني اني ندخل فيه بالتدريجيا، ما نروحش نقول نعم، يعني يجب ان تكون هناك مرافقه استثنائيه في هذه الحالات. طيب لكي نعطي ايضا الفرصه لسيد يوسف رمضاني للحديث، شكرا لك سيد ربح لصيف على كل هذه التوجيهات، امر الى السيد يوسف رمضاني مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني، اهلا بك من جديد. اذا نتحدث حول فئه الراسبين في شهاده البكالوريا لهذه السنه، نتحدث على كيفيه تعامل الاولياء خاصه في هذه الظروف وفي هذه المرحله مع ابنائهم. بطبيعه الحال بالنسبه لهذه المرحله التي تعقب نتائج امتحان شهاده البكالوريا، فهناك تلاميذ نجحوا وتحصلوا على شهاده البكالوريا، وهناك فئه لم تتحصل على امتحان شهاده البكالوريا لهذه السنه. اذا المرافقه الوالديه والاسريه اولا، والمرافقه تاع المجتمع، والمرافقه تاع المختصين في هذا المجال من بينهم مستشاري التوجيه والارشاد المدرسي والمهني على مستوى المؤسسه التربويه، وكذلك زملائنا
الاخصائي النفساني متابعين لوحده 3 شهور متابعه، امر ضروري واساسي قصد تقديم الدعم النفسي، تقديم التحفيز، دحض هذه الافكار السلبيه وتعويضها بافكار ايجابيه، يعني تقديم مختلف هذه المعلومات والمعطيات، بأن البكالوريا ليست هي نهايه العالم بل هي بدايه طريق للنجاحات، تكون نجاحات مستقبليه باذن المولى عز وجل. فالاسره اولا كما قال الاستاذ الكريم، يجب ان تكون هناك مرافقه، متابعه، تقديم الدعم النفسي، لانه المصدر نتاع الامان الاولي هو الاسره، وهو خاصه الوالدين. اذا هنا دور الوالدين امر اساسي وضروري في معالجه مختلف الافكار السلبيه، كذلك اخراج ذلك التلميذ من تلك القوقعه التي يبقى يفكر فيها، زملائي نجحوا انا ما نجحت، زملائي ربما غادي يصعدوا للجامعه انا ما صعدت. اذا من كل هذا وذاك، يعني الاشكال سيد يوسف رمضاني انه ليس على مستوى يعني التلميذ الابن فقط، يعني حتى العائله، يعني في بعض الاحيان يعني حتى توصل انهم تقول له ربما بهدلتني مع العائله، ما جبتش البكالوريا الى غير ذلك، وهذا يؤثر على نفسيه التلميذ. نعم بطبيعه الحال الاسره هنا لها دور اساسي، عندما تقارن الاسره بين الطفل هذا وبين المترشح هذا اللي ابنها الذي لم ينجح في امتحان شهاده البكالوريا مع احد افراد عائلته، مع زملائه الى غير ذلك، هنا تكون له قوقعه، تكون له واحد الجانب الخاص ربما يؤدي في بعض الاحيان الى القلق النفسي، الى الاكتئاب، الى الاندفاعيه، الى الخجل، الى كل ما يتعلق بهذه المشاكل والاضطرابات النفسيه. اذا المقارنه لازم نديروها في موضعها الخاص، وفي هذه الامور يجب ان نتركها جانبا ونقدم الدعم النفسي. ربما هنا سؤال الاولياء يقولوا لي كيفاش نقدم الدعم النفسي؟ يجب ان نركز على الجوانب الايجابيه نتاع الابن نتاعي. الابن نتاعي درس من بدايه السنه الى غايه نهايه السنه الدراسيه، يعني ما كان كانت عنده ثغرات، صحيح كانت عنده جوانب سلبيه في بعض المواد، لكن كانت عنده جوانب ايجابيه، نركز على هذه الجوانب الايجابيه. انا نقعد مع ولدي ولما نقعد معاه لازم نتحدث معاه ونقول له هاي النقاط الايجابيه تاعك، اذا والنقاط السلبيه. اليوم رانا في يوم 18 جويليه، الان فيش في النقاط الراسبين، يمكن سحبه عبر موقع الالكتروني. اذا نجلس مع الابن تاعي نتحدث معه، هاي النقاط الايجابيه تاعك، هاي النقاط السلبيه، يجب ان نعمل من الان فصاعدا على تغيير تلك النقاط السلبيه الى نقاط ايجابيه، لا للمقارنه مع زملاء اخرين، لا للمقارنه مع اطراف اخرى. هنا ايضا يبدا دور ثاني الا وهو دور المجتمع. دور المجتمع احنا دائما ما نذهب مباشره الى ذلك التلميذ الذي لم ينجح، وشيء الاسباب تاع الفشل تاعك الى غير ذلك، نقارنه مع زملائه الى غير ذلك، حتى الزملاء فيما بيناتهم الذين نجحوا ربما يخليه واحد التفكير ايجابي بالنسبه للزميل تاعهم الذي لا ينجح، يقدم له الدعم النفسي ايضا بالنسبه لهذا الزملاء، ايضا بالنسبه للاسره، بالنسبه للاسره ايضا، وكذلك حتى على مستوى المؤسسه التربويه. المؤسسه التربويه لا تستهدف فقط التلاميذ الذين نجحوا في امتحان شهاده البكالوريا، ايضا تقوم باستدعاء التلاميذ الذين لم ينجحوا في امتحان شهاده البكالوريا وتقدم لهم دفع ايجابي. كما قلت انه هنا بالنسبه لعدم النجاح في امتحان شهاده البكالوريا ليس هو فشل، بل هو بدايه لمعالجه مختلف النقائص ومنه النجاح المستقبلي باذن المولى عز وجل. هنا نقطة معينة يجب أن نتحدث عنها، هو أن الأسرة بحد ذاتها قد تكون دافع إيجابي لتحقيق النجاح خلال السنة المقبلة والسنوات المقبلة. نعطيك مثال كما قلت وكما قال الأستاذ، التلميذ العوج محمد من ولاية تيارت تحصل خلال السنة الماضية على معدل 6.80. 6.80 من جهة ربما كانت عنده ظروف، ربما كانت عنده أمور لا نعلمها إلا تعلمها إلا الأسرة الصغيرة، ربما كانت عنده أمور لم تجعله يحقق ذلك النجاح، لكن أول كلمة قالها أشكر والدي وأشكر الله سبحانه وتعالى. إذا الوالدين والمرافقة الأسرية تلعب دور كبير في نجاح الابن تاعي وتحقيق من ذلك التلميذ الذي تحصل على 6 إلى التلميذ تحصل على 17.48. 17.48 لم تأتي هكذا فقط، أتت من العديد من الجوانب البيداغوجية، صحيح، أي من معالجة مختلف النقائص البيداغوجية في مختلف المواد التي لم يتحصل عليها على المعدل، وكذلك حتى على الجانب النفسي بحد ذاته. لو كان نروح نسأل الابن تاعنا هذا من أين، هذا أعطيناه مثال لا للحصر، هناك أمثلة عديدة جدا على مستوى الطرق الوطنية مثل هذا الأمر. إذا لو نسأله يقول لك أول شيء الوالدين، الدعم النفسي، الأسرة، وكذلك المجتمع، وفي بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان الأساتذة والطاقم الإداري والطاقم التربوي،
كذلك الزملاء مستشاري التوجيه الذين يقومون دائما بالارشاد المدرسي وتقديم التوجيهات والتعليمات لمثل هذه الفئه، لانه احنا نعطي لهذه الفئه التي تكون راسبه وتكون معده نعطيها الاهتمام الكبير في عملنا في البرنامج طيب. السنوي. يوسف رمضاني، هناك فئة أخرى يعني هي من فئة الراسبين لكن ربما ليس لديهم الحق في الإعادة على مستوى الثانويات، يعني ربما أن تكون الإعادة على مستوى الدراسة عن أو بالمراسلة يعني البكالوريا عن بعد أو حتى التوجه إلى التكوين المهني. شكرا، بارك الله فيك. نشكر القناة على مثل هذا الموضوع لأنه دائما الحديث يكون على التوجيهات الجامعية لذلك، ونسينا هذه الفئة. هذه فئة مهمة جدا، هنا يجب أن نعطي لهم معلومات حول هذا الأمر. أول شيء، إذا تم توجيهك إلى مرحلة التكوين المهني خلال كشف النقاط الذي ستتسلمه، كشف نقاط الفصل الثالث أو في المعدل السنوي في معدل شهادة البكالوريا، إذا تم يعني قبول إعادتك فلك ذلك. وإذا تم توجيهك إلى مرحلة التكوين المهني لك فرصة في بداية السنة الدراسية المقبلة في المجلس الاستثنائي بتقديم التماس لإعادة السنة، ويتم دراسة هذا الالتماس انطلاقا من مجموعة من المعايير ومجموعة من الأمور، من بينها المقاعد البيداغوجية والجانب الانضباط وكذلك النتائج الدراسية. في حالة ما إذا كما قلت زميلتي لم يقبل التماسه الخاص بإعادة السنة خلال بداية السنة الدراسية المقبلة، الآن هناك فرصة أخرى أيضا للتسجيل كطالب عن بعد. نعم. كطالب عن بعد أو طلب الأحرار. نعم بطبيعة الحال، لأن هناك فرق بين الطلبة الأحرار والتكوين والتعليم عن بعد. هو الآن التكوين المتحصل يجب أن يكون منهي للسنة الدراسية، تم إنهاء السنة الدراسية أي قام ب يعني عبارة الفصل الثالث، يعني تكون له سنة أو تاريخ الخروج الخاص بالسنة الدراسية هو 30 جوان، إذا تكون له مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة. إذا كان عنده مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة يقوم بالتسجيل عبر مديرية التربية، من خلاله تكون له فرصة أخرى لمتابعة الدراسة في منزله، وكذلك عن طريق بعض الأمور الأخرى كالدروس الخصوصية والدعم من طرف بعض الزملاء الآخرين الذين نجحوا، كذلك حتى بعض الأساتذة، ومنه ربما إن شاء الله بتقديم الدعم النفسي وكذلك الدعم البيداغوجي من مختلف الفاعلين في هذه العملية سينجح بإذن المولى عز وجل. إذن هنا لا ينتهي الأمر فقط عندما يوجه إلى مرحلة التكوين المهني، إذا هنا مباشرة يذهب إلى مرحلة التكوين المهني، ربما يضرب عصفورين بحجر واحد، يذهب إلى مراكز التكوين المهني ومراكز ومعاهد التكوين العالي في التكوين المهني، وكذلك يسجل كطالب حر، ومنه تكون له فرصتين، فرصة في النجاح في امتحان شهادة البكالوريا كطالب حر، وأيضا فرصة أخرى في النجاح في المسار المهني، وهذا ما يفعله الكثير من أبنائنا المترشحين. على العموم لديه جانبين، إما الجانب الأول هو أنه على يبقى كتلميذ نظامي، ألا وهو أنه يدير طلب التماس لإعادة السنة في حالة ما إذا وجه إلى مرحلة التكوين المهني، أو يقوم بالتسجيل كطالب حر، وإن شاء الله سنسعد معهم خلال السنة المقبلة. إن شاء الله. إن شاء الله سيد يوسف رمضاني، فقط في عجالة نصائح مباشرة نقدمها للتلاميذ الراسبين. بطبيعة الحال أنا نصيحتي دائما لأبناء التلاميذ ها من هذا المنبر، أبناء التلاميذ صحيح أنه أنتم الآن ربما لم تنجحوا في امتحان شهادة البكالوريا، نعم، لكن هذه ليست نهاية العالم. كما قال الأستاذ، أنا لا أفضل كلمة خيبة أمل، بل أفضل بأن هذه تجربة من التجارب التي تعطي لك دافع إيجابي للنجاح المستقبلي بإذن المولى عز وجل. المتكلم أمامك الآن، أنا المستشار التوجيهي الإرشاد المدرسي المهني السيد رمضان يوسف، أول بكالوريا لي تحصلت فيها على معدل 8.6، وبعد ذلك بعد المتابعة والمرافقة الوالدية وكذلك التحفيز الإيجابي من جميع الفريق التربوي والإداري قمت بالنجاح في السنة التي تليها، والحمد لله تخصصنا في التخصص الذي نريده، وكذلك والحمد لله نحن موظفون والحمد لله. إذن هذا ربما تجربة فقط، أو هذا إعطاء مثال فقط، يعطينا مثال على تلميذ نجح خلال هذه السنة بعدما فشله خلال السنة الماضية، وأعطينا مثال على تلميذ فشل في شهادة البكالوريا الأولى في السنوات الماضية ونجح بعدها والآن راه موظف والحمد لله. إذن هذه ليست نهاية العالم، بل هي بداية لطريق نجاحات مستقبلية بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. ثق بقدراتك، ثق بإمكانياتك، وكذلك المتابعة والمرافقة
الوالدية والأسرية تلعب دور كبير جدا في نجاحكم بإذن المولى عز وجل. إن شاء الله. شكرا لك يوسف رمضان، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح.